هل يمكن أن أذكر ربي كالتسبيح والاستغفار بالقلب وأقرأ من الكتب الصغيرة مثل ربع ياسين وعمة بغير وضوء؟ أما الأدعية هذه الإنسان يذكر الله بلسانه ويتلفظ التسبيح والتهليل والتكبير وغير ذلك من أنواع الأذكار الشرعية ولو كان على غير طهارة. أما قراءة القرآن حفظا من غير مس المصحف فيجوز لمن عليه حدث أصغر، يجوز للإنسان أن يقرأ على غير وضوء بشرط أن لا نفس المصحف عندما يقرأ عن ظهر قلب. أما الجنون فإنه لا يقرأ شيئا من القرآن حتى يغتسل. جزاك الله خيرا.